لسه عندنا هنا جوده كمان لاعبه فريق تنس الطاوله بالنادي الاهلي نجحت في تحقيق هنا الميداليه الذهبيه في بطوله الجمهوريه اللي هي مقامه حاليا على الصاله المغطاه بهيئه قناه السويس بالاسماعيليه. نجحت هنا ان هي كمان تحقق نتيجه على زميلتها في الاهلي برضو مريم الهديبي بنتيجه كانت 3-0 ضمن بطوله الجمهوريه فردي سيدات لتنس الطاوله للكبار. يعني عايزه اقول لحضراتكم يا كريم بجد هنا دي نموذج استثنائي حقيقي, بنت جميله جدا, هي مواليد 2007 وبيسموها اسطوره رغم سن صغر سنها, لكن اتقال عنها اسطوره في تنس الطاوله حقيقي. احنا كلنا فخورين بيها ونحاول على مدار الحلقه ان هي تكون معانا على التليفون, بس هي كانت معانا في اول حلقه في 10 الصبح في الاهلي وكنا سعداء جدا بيها, وهي كانت بنت جميله وعندها طموح وبتتكلم بمنتهى التواضع بتقول انا لسه في البدايه. وكان في وقت لما انت برضو فاكر التحدي اللي كان مع محمد صلاح ولسه ما تمش باي ذا واي, يعني على اللي هو كان اللي كان التحدي كانت بتتحدى محمد صلاح. اوكي طبعا طبعا لا ما تمش والا كنا سمعنا على الموضوع بالظبط, فاحنا مستنيين التحدي ده ان شاء الله. طيب